Bonjour euh, les élèves pour cette séance là de flash calc la dernière fois on a montré euh, l'addition sur l'addition simple sur les unités et aussi sur les centaines et sur les dizaines et sur les milliers aujourd'hui on va travailler sur le petit assistant unité aussi sur le petit assistant euh, dizaine السلام عليكم آه، الان كما عودتكم آه، في المره الفارطه فكنا اشتغلنا على آه، الحساب البسيط في الوحدات وفي العشرات والمئات والالاف بالفلاش كالك يعني بالحاسوب آه، اليوم ان شاء الله آآ كما وعدت فاليوم غادي نشتغلوا على بعد العمليات اللي هي كتعلق بالمساعد الصغير اللي هو كيتجلى ما بين العدد واحد والعدد أربعة في الوحدات غنبداو بها هي الاولى وكذلك مع بسرعه ليست بخفيفة جدا وإنما غادي نمشيو تصاعديا على حسب السرعة وعلى حسب الأعداد الحسابية غنبداو أولا بالوحدات فالآن احنا غنشتغلو على عمليات هي وحدات وبسرعة ثانية ونصف وغادي نبداو بستة أرقام وحدية دونك أون هنا بطريقه ثقيله جدا لفهم الموضوع هنا انا قد نعطي الجواب فالجواب الصحيح هو صفر ساترك صفر وأتمم العمليه هنا غادي نعطي الجواب الصحيح هو كذلك اعطانا صفر العمليه الثالثه ساترك صفر الجواب الصحيح هو ثلاثه الان غادي نمر الى عمليات تكون اسرع غنعطي عمليات بثانيه واحده وكذلك حتى عدد الارقام الحسابيه غنعطيها اكثر قبيله كنت عطيت سته ارقام حسابيه الان غادي نعطي 12 ف نرجع المعداد ديالي الى الصفر وسابدا من الاول اذا نبدأ على بركه الله نعطي الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو عدد خمسة كما كنت قلت بأن المساعد ديال واحد هو أربعة للوصول إلى عدد خمسة المساعد الصغير ديال ثلاثة للوصول إلى عدد خمسة هو اثنان المساعد الصغير ديال اثنان للوصول إلى عدد خمسة هو ثلاثة المساعد الصغير لعدد واحد للوصول إلى عدد خمسة هو أربعة الآن سأسمي العملية سوف أترك عدد خمسة وفي المعداد أمر إلى الموالي الجواب الصحيح هو تسعة الآن غادي نرجع المعدة ديالي إلى الصفر وغادي نقوم بعملية حسابية أكثر سرعة اللي هي سبعمية جزء من الثانية وغادي نعطي عملية الأرقام الحسابية تاع الوحدات اللي غادي يكونوا خمستاش رقم حسابي وغنبدا دائما نرجع المعدات ديالي الى الصفر وابدا الان نشوف الجواب الجواب الصحيح هو خمسة كنرجع الى الصفر معدات ديالي نرجعو الى الصفر ونعطي عملية اخرى أنتظر دقيقة ونضغط نشوف الجواب صحيح هو أربعة الآن سوف أمر لعمليات المساعد سخير بالنسبة للعشرات طبعا الحال ما غيكونوش بطريقة سريعة ولكن غنشتغل على جوش ديال التواني

لبعد الاعداد للوصول الى عدد ما فالجواب الصحيح اللي عطاني هو سبعة وخمسون سأترك سبعة وخمسون وأمر للمورد تتمية العمليات اذا انتظر دقيقه نشوف الجواب الصحيح اللي عطاني سي هو 75 سي 75 الان س غنرجع المعدات ديالي الى الصفر باش نشتغل في العشرات اكثر سرعه كما كتعرفوا بان هذا البرنامج هو كيساعد كثير على النباهه على الذكاء على تنشيط الدماغ وغادي نعطي ارقام حسابيه اللي هي اون سيري هي ارقام متسلسله ب 12 عدد اللي هو عشري دونك جو ديماغ غنشوف الجواب الصحيح غنضغط فالجواب الصحيح هو تسعة وعشرون لا بون ريبونس سي 29 توجور جو روتيان مون بوليا ا زيرو كنرجعو الى الصفر و كنقوم كذلك بعمليات حسابيه اللي فيها ثانيه واحده يمكن الانسان ان يوصل حتى لاقل من ثانيه وذلك مع مع انه دائما يمارس على على الدروس الحساب الذهني او يمارس على العمل بالمعداد لاباكوس ولا لوبوليه فهذا هو اللي كيخليه انه كيولي اسرع وانبه من من دي قبل اذا غادي نعطي بثانيه وسوف أمر لعدد الأرقام العشرية غنعطي خمسة رقم عشري إذن المعداد إلى الصفر الجواب هو خمسة وخمسون سي سيكون reponse الآن غادي نمر إلى عمليات حسابية بالمئات حول المساعد الصغير قبل هذا غادي نرجع المعداد ديالي إلى الصفر وغادي نعطيكم كمثال بالنسبة للمثال المئات بالنسبة للمساعد الصغير بطبيعة الحال سوف لن يكون سريع جدا فهذا دائما كي مع التلميذ أنه كيمشي خطوه بخطوه لكي يتمكن فالان بالنسبه لل بالنسبه للمئات فانا غادي نبدا بسته اعداد مئويه دونك اي دونك الجواب الصحيح هو أربعون كنرجع إلى الصفر عملية ثانية الجواب الصحيح هو 625 الان كنرجع المعداد ديالي الى الصفر وغنعطيكم كمثال بالنسبه للألف بالنسبه للمساعد الصغير ففي الالاف كذلك نفس الشيء دونك المعدات ديالي الى صفر الالاف الجواب الصحيح هو ألف وثلاث وثلاثة وثلاثون دونك جو غوتيا مون بولي جو لو غومي أزيرو كنردو إلى الصفر آخر عملية بالنسبة للآلاف دائما في إطار مساعد صغير إذا الجواب صحيح هو صفر نمر بطريقة أسرع أسرع شيئا ما نرجع المعداد إلى الصفر فالجواب الصحيح هو ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وخمسون إذن هذا ك... آه، للعمليات المساعد الصغير في بالنسبة للمئات وبالنسبة للعشرات والمئات وال... والألاف الى بغيت نعطيكم كتجربة بالنسبة للمساعد الصغير اللي هو آه، وحدات واللي يكون بطريقة سريعة جدا وكتكون العمليات أكثر آه، الاعداد ديالها مثلا كنعطي كعشرين عمليه بالنسبه للمساعد الصغير فنعطيكم كمثال بون جو فالجواب الصحيح هو في الوحدات كالمساعد الصغير هو خمسة فكنت منا صديقتي و... ولا بالنسبه للتلاميذ اللي هما كيماتوا الحساب الذهني وانهم يكونوا تمكنوا من فهم قاعده المساعد الصغير في الوحدات والعشرات والمئات والالاف ودائما مع تكرار الاشياء فدائما اننا كنوصلوا لمعرفه الاشياء الى اللقاء معكم في فيديو ثاني في نفس في نفس الموضوع اللي هو موضوع الحساب الدهني مع المعداد الياباني باي